اهلا بكم عزيزاتي طالبات الصف الثامن مدرسه المجتمع الثانويه الخاصه بنات. معكم استاذه سميره رمضان معلمه العلوم. ما زلنا عزيزاتي الطالبات بالوحده الاولى طبيعه الماده ومكوناتها، الدرس الثالث ما المركبات. أهدافنا لدرس اليوم، أتوقع منك عزيزتي الطالبة في نهاية الدرس أن أولا تعرفي الجزيء، ثانيا تستنتجي أن الجزيئات هي الجزء الأصغر من المركب، ثالثا تكوني نماذج لجزيئات متعددة من خلال الصيغة الكيميائية، رابعا تقارني بين طريقة الكرة والعصا وملء الفراغ لتمثيل الجزيئات. وسوف نبدأ بالنشاط الافتتاحي. سنقوم بإحضار مجموعة من قطع ألعاب الليجو وكوب فارغ. يحتوي كل جسيم من جسيمات الماء على ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين كما نعرف. سوف نستخدم قطع ألعاب الليجو لصنع أكبر عدد ممكن من جسيمات الماء ونجعلها متشابهة. أولا املأ الكوب بمجموعة منها، ثانيا قسمها إلى أصناف متعددة، ثالثا ما أصغر وحدة يمكن أن تصل إليها من مركب الماء، وأيضا صف مكونات جزيء واحد لمركب الماء وابدأ بتفكيكها قدر الإمكان على ماذا تحصل عند الانتهاء من تفكيكها. كلنا نعرف أن جزيء الماء يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. إذا أردنا أن نلاحظ مكونات كوب من الماء فسوف نجده عبارة عن مجموعة من ذرات الهيدروجين وذرات الأكسجين ولكن في شكل جزيء، والجزيء الواحد يتكون من ذرة واحدة أكسجين متصل بها ذرتين هيدروجين كما تلاحظون من الأشكال الموضحة أمامكم. وإذا قمنا بتفكيك جزيء الماء قدر الإمكان على ماذا نحصل؟ سوف نحصل في النهاية على ذرات هيدروجين وذرات أكسجين. والآن عزيزتي الطالبة أريد منك أن تقومي بفتح الكتاب المدرسي لنقوم بالإجابة عن أسئلة النشاط صفحة 24 و25. السؤال الثالث، ما أصغر وحدة يمكن أن تصل إليها من مركب الماء؟ أحسنتم، ذرتين من الهيدروجين وذرة أكسجين. السؤال الرابع، صف مكونات جزيء واحد لمركب الماء. معنى كلمة جزيء إذن العناصر في هذه الحالة تكون مرتبطة، إذن الإجابة يتكون من ذرتين من الهيدروجين مرتبطتين مع ذرة أكسجين. السؤال الخامس، ابدأ بتفكيكها قدر الإمكان على ماذا تحصل عند الانتهاء من تفكيكها؟ بالطبع سوف نحصل على ذرات لعناصر مختلفة، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. وفي النهاية نستطيع أن نعرف الجزيء بأنه مادة نقية تتكون من ذرتين أو عدة ذرات مرتبطة كيميائيا، وهي أصغر جزء في بعض المركبات وبعض العناصر. وبذلك نستطيع أن نعبر عن الماء بأنه مركب، والصيغة الكيميائية له هي H2O. وإذا نظرنا إلى الصيغة الكيميائية H2O، ما المعلومات التي يمكن الحصول عليها من هذه الصيغة؟ نجد أن الـ O تعبر عن رمز عنصر الأكسجين، الـ H رمز عنصر الهيدروجين، والـ 2 توضح وجود ذرتين من الهيدروجين في الجزيء. ولتمثيل الذرات والمركبات بنماذج فإننا لدينا نموذجين. النموذج الأول يسمى الكرة والعصا كما تشاهدون من خلال الشكل، فإننا نعبر عن الذرات بكرات، والروابط التي تربط الذرات نعبر عنها بالعصا. فنجد مثلا كما تشاهدون جزيء الماء H2O، الO باللون الأحمر تعبر عن الأكسجين، وباللون الأزرق الهيدروجين، ذرتين الهيدروجين، وبينهما الخط الذي مرسوم بينهما هذا هو يعبر عن الرابطة بينهما وهي العصا. ونجد أيضا الميثان، مركب الميثان هو يتكون من ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين، فنجد أن ذرة الكربون والهيدروجين يعبر عنهما بكرة، والروابط بينهما يعبر عنهما بخط، وهذه هي العصا. هذا النموذج يسمى الكرة والعصا. والنموذج الثاني لتمثيل الجزيئات هو ملء الفراغ، وهذا النموذج الموضح أمامكم هو لجزيء الماء H2O ويعبر عنه بالشكل الموضح.
فنجد أن الكرة الحمراء تمثل ذرة الأكسجين، وتمثل الكرتين البيضاويان ذرتي الهيدروجين. إذن الصيغة هي H2O، وهذا هو النوع يسمى ملء الفراغ. ولكن الكرة والعصا، كان هناك الذرات عبارة عن كرات وبينهما عصا لتوضح الارتباط بين الذرات وبعضها. والآن لنتعرف على الجزيئات. سنقوم بالنشاط التالي: سوف نحتاج إلى نماذج الكرة والعصا تحمل أسماء جزيئات الغازات التالية: ثاني أكسيد الكربون والأكسجين والكلور والنيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأمونيا والميثان. وسوف يكون لدينا مفتاح يدل على ألوان الذرات في هذه النماذج. مثلا الهيدروجين، الكرة سوف تكون بيضاء، الكربون سوداء، الأكسجين حمراء، النيتروجين زرقاء، الكبريت صفراء، والكلور خضراء. سوف نقوم بملء الجدول التالي. سنسجل في اسم الجزيء أسماء الغازات التي قمنا بدراستها. سوف نسجل نوع الذرات الموجودة في الجزيء. إذا كانت من ذرات مختلفة سوف نكتب غير متماثل، وإذا كانت نفس الذرات سوف نكتب متماثل. ثم نكتب الصيغة الكيميائية للجزيء، ثم بعد ذلك في النهاية نحدد هل هذا الجزيء عنصر أم مركب. وإليكم عزيزاتي الجدول بعدما قمنا بملئه. فسوف تشاهدون أن نأخذ مثال اسم الجزيء ثاني أكسيد الكربون. هذا الجزيء يتكون من ذرات الأكسجين وذرات الكربون. إذن هل الذرات متماثلة أم غير متماثلة؟ أحسنتم، غير متماثلة لأنها أكسجين وكربون. إذا أردنا كتابة الصيغة الكيميائية سوف تكون CO2، بمعنى ذرة كربون واحدة وذرتين من الأكسجين. هل هذا عنصر أم مركب؟ إذا كان يتكون من عناصر مختلفة إذن في هذه الحالة فهو مركب. ثم بعد ذلك الأكسجين، نوع الذرات أكسجين، ليس هناك شيء آخر مع الأكسجين، إذن نوع الذرات متماثلة. أحسنتم، الصيغة الكيميائية للأكسجين O2، بمعنى ذرتين من الأكسجين. هل هذا يعتبر عنصر أم مركب؟ أحسنتم، عنصر. وبالمثل الكلور والنيتروجين وثاني أكسيد الكبريت. ونأتي إلى الأمونيا. الأمونيا الرمز الكيميائي لها هي NH3. إذن تتكون من النيتروجين ومن الهيدروجين. إذن الذرات بها متماثلة أم غير متماثلة؟ أحسنتم، غير متماثلة. عنصر أم مركب؟ مركب. بعد ذلك الميثان، الصيغة الكيميائية للميثان CH4. إذن يتكون من C كربون و H هيدروجين. إذن ذرات مختلفة ففي هذه الحالة نوع الذرات غير متماثلة ويكون نوعه مركب. والآن عزيزاتي الطالبات لنقوم بالإجابة عن أسئلة النشاط. فأريد منكم فتح الكتاب المدرسي صفحة 27. السؤال الأول: صف العناصر التي توجد في صورة جزيئات. لقد تكلمنا عن الأكسجين وكانت الصيغة الكيميائية له O2. إذن الأكسجين عنصر ولكن يوجد في الطبيعة على شكل جزيء، بمعنى أنه يوجد في شكل ذرتين من الأكسجين مرتبطتان معا. إذن سنجد أن الأكسجين، الكلور، النيتروجين جميعها عناصر ولكن توجد في صورة جزيئات. السؤال التالي: صف المركبات التي توجد في صورة جزيئات. اتفقنا أن المركب يتكون من نوعين أو أكثر من الذرات. إذن نجد المركبات في الأمثلة السابقة هي ثاني أكسيد الكربون لأنه يتكون من أكسجين وكربون، ثاني أكسيد الكبريت لأنه يتكون من أكسجين وكبريت، الأمونيا تتكون من النيتروجين والهيدروجين، الميثان يتكون من الكربون والهيدروجين. السؤال التالي: ارسمي مخططا لتوضيح كيف يبدو شكل الجزيئات الموجودة في خليط من غاز الأكسجين. لدينا خليط من غاز الأكسجين وغاز النيتروجين، نريد أن نقوم برسم مخطط لتوضيح هذا الجزيء، ونقوم من الأفضل باستخدام الألوان لتحديد الذرات. هل قمت بالمحاولة عزيزتي الطالبة؟ هيا لتتأكدي من إجابتك.
سوف تشاهدون هنا الخليط يتكون من مجموعة من ذرات الهيدروجين وذرات الأكسجين التي توجد في صورة جزيء، بمعنى أننا سوف نجد N2 ذرات نيتروجين مرتبطة معا وذرات أكسجين مرتبطة معا ومخلوط، إذا سوف نجد أعداد كبيرة من غاز الأكسجين وغاز النيتروجين، ويعبر عن النيتروجين باللون الأزرق وذرات الأكسجين باللون الأحمر. إذن جزيئات العناصر تتكون من نوع واحد من الذرات. السؤال التالي: ارسم مخططا مشابها للمخطط السابق كي توضح كيف يبدو شكل الجزيئات في مخلوط من الأمونيا والميثان. هيا لتختبري إجابتك عزيزتي الطالبة. سوف نجد أن جزيئات الأمونيا NH3 معها جزيئات من الميثان CH4، وبما أنه مخلوط فإن لدينا عدد من الأمونيا وعدد من الميثان. إذن جزيئات المركبات تتكون من نوعين مختلفين أو أكثر من الذرات. وبذلك نستنتج عزيزاتي الطالبات أن المادة تتكون من جزيئات، هذه الجزيئات قد تكون جزيئات عناصر أو جزيئات مركبات. ما الفرق بينهما؟ جزيئات العناصر تتكون من نوع واحد من الذرات مثل الأكسجين O2 النيتروجين N2، ولكن جزيئات المركبات تتكون من نوعين أو أكثر من الذرات مثل ثاني أكسيد الكربون CO2 الأمونيا NH3. ولتتأكدي من فهمك عزيزتي الطالبة، أي النماذج الآتية تمثل جزيئات لعنصر وأيهما تمثل جزيئات لمركب؟ هيا لتشاهدي الشكل الموضح أمامك. إذا كانت الذرات من نفس اللون معنى ذلك أنها نفس الذرات، وإذا كانت الذرات بألوان مختلفة إذن هذا يدل على أنها ذرات مختلفة. وكما تعلمنا من قبل أن جزيئات العنصر تكون لنفس العنصر بمعنى نفس الذرات، وجزيئات المركب تكون لذرات مختلفة. هيا لنتأكد من إجاباتنا. نجد أن الجزيء رقم 1 يمثل جزيء مركب، لماذا؟ لأنه يتكون من مجموعة مختلفة من الذرات، فهناك ذرات باللون الأبيض وذرات باللون الأسود. الجزيء الثاني، ما نوع الذرات به؟ هل هي مختلفة أم متشابهة؟ فإن جميع الذرات باللون الأزرق، إذن ذرات متشابهة، إذن هذا جزيء عنصر. الجزيء الثالث يتكون من ذرات باللون الأحمر وأخرى باللون الأبيض، إذن ذرات مختلفة فهو جزيء مركب. الرابع يتكون من ذرات باللون الأحمر ذرات باللون الأسود، فهو من ذرات مختلفة، إذن هذا يمثل جزيء مركب. الجزيء الأخير الخامس يتكون من ذرات لها نفس اللون الأحمر، إذن ذرات متشابهة فهذا يمثل جزيء عنصر. وبذلك عزيزاتي نكون قد وصلنا لنهاية درسنا اليوم. أريد منك أن تتأكدي من تحقيق أهداف الدرس. وبذلك عزيزاتي نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس والتقييم الختامي. عرفي الجزيء. فلتفكري عزيزتي الطالبة، ما هو الجزيء؟ هو مادة نقية تتكون من ذرتين أو عدة ذرات ترتبط كيميائيا، وهي أصغر جزء في بعض المركبات وبعض العناصر. وفي النهاية أتوجه لكم عزيزاتي الطالبات بالشكر، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من درس اليوم، ولا تنسوا القيام بأداء الواجب على البوابة الإلكترونية.